حلب يعني مدينة حلب. عندي 4 أولاد منفصلة عن زوجي. عشت في حلب بأول الأحداث، حاولنا ننظم نفسنا لحتى نعمل شيء، لأنه نحن مع الحق والثورة ثورة حق. تركت سوريا بال2012، حقق معي مرة واحدة بفرع الأمن، وبعد التحقيق أجتني يعني عدة مصادر إنه أحلام رح يتم يعني القبض عليكي فهربي. سبحان الله أجت فرصة سفري لمصر، قصة خاصة. سافرت، عشت في مصر 1 سنة و3 شهور و10 أيام بعيد عن ولادي. بعدها رجعت على تركيا. رجعت على تركيا أني أنا ناوية أرجع سوريا، كنت أتابع أحداث سوريا كلها. أنا رحت هربا وخوفا، لكن كل صور الأحداث اللي كانت تصير في سوريا والقنابل اللي تنزل كانت تنزل في قلبي. كتير من أصدقائي استشهدوا، كتير من أقربائي استشهدوا، فكنت مصممة أني أنزل وبدأ أشتغل يعني للناس وللعالم اللي حوالي. أجيت على تركيا وبعدين على سوريا، ومن سوريا طلعت دورة صغيرة في تركيا، وفي الدورة هاي مقصفت المنطقة اللي فيها أولادي بسكوت. كان أولادي جايين يعني عندي على الريف، فهربتهم واستقريت في تركيا. لكن ما كان مقرر أني أنا أقعد في تركيا، شاءت الأقدار يعني والله سبحانه وتعالى، وقعدت في تركيا. ما بنعرف حدا، كان في مجموعة من الأصدقاء اللي سبقونا يعني صار لهم سنة أو سنة ونص، فكنت أنا أقول لهم يعني معقولة أنتوا هنا تفكروا تضلوا في تركيا؟ وين سوريا؟ نحن ننزل على سوريا؟ كانوا يضحكوا. أحد صديقات قالت لي جملة، قالت لي أحلام أنت بدك تضلي هون في تركيا وراح تتميزي لسه في تركيا، وراح هيك راح تشتغلي وراح تسبقينا وراح نجي لعندك تساعدينا. صرت أضحك أنا يعني إنه أنا مستحيل، أنا بحلم أرجع سوريا واشتغل في سوريا وأقدم شيء للثورة لسوريا، حتى لو متت أنا في سوريا. فعلا لما نزلت على سوريا وقضيت أكثر من 25 يوم وشوي يعني خمس يعني ما في شهر يعني 26 27 يوم، ما قدرت أشتغل شيء، أنه كان في بعض الأمور اللي ما كانت تركب معي يعني ما تزبط، ما كنت توقعت أني أعمل هيك. تغيرت سوريا يعني في شغلات تغيرت، أو بالأحرى يمكن ظروف الحرب والقصف ونشوف الطيران ما يخليك تشتغل يعني ما مثل ما أنت بدك تعطي طاقة. لكن مع ذلك كنت مصممة. لما طلعت على تركيا وقعدت وانحبست نتيجة القصف، انضرب البيت الوحيد اللي أنا خرج أقعد فيه، فقلت لا ممكن أنا أشتغل هون للسوريين وأشتغل لسوريا وأنا في مكاني في تركيا. لكن كتير اصطدمت إنه صعب تلاقي عمل، اللغة، الحياة الجديدة، فكتير لقيتها صعبة. فما عرفت إيش أعمل. أنا مهندسة وكنت مديرة، اشتغلت طبخة في مطعم، مع أنه أنا ما بعرف أطبخ ببيتي. تعلمت الطبخ. فصرت أطبخ طبخات طناجرة كده. بعدين شوي شوي بلشت أشوف يعني ناس وأتعرف على العالم، شفت أصدقاء لي، وكان أصدقاء لي يعني حتى بأحد المرات أجوا على المطعم أكلوا كلهم عندي يعني عجبوا أن الأكل كثير. قال أنه حرام أحلام تكون لبسة المريولة، يعني حرام لازم أحلام تمارس الشيء اللي هي تستهله يعني تتقنه يعني. وبلشت، كان هدسي التعامل مع النساء والأطفال الأرامل، ولا زال وحلمي أني أخدهم من طول عمري. كان عندي سيارة جرباني كثير بحبها. جد مشتقت لها كثير، دايما بتذكرها سيارة الشغل يعني. طبعا هي ما بتذكرها بس إلها بتذكر السائق، لأنه يعني أنا سوقتي كان سيئة كثير، وكان عندي سائق بالشركة كثير مشتقت له ومستفقدته كثير. الشيء اللي طلعناه الصور، بس الصور الحقيقية والصور اللي بعقلنا، ما حدا طالع شيء من سوريا. ومشان هيك السوريين بتشوفهم مهووسين هلا بالصور، صرنا نفهم إيش معنات الصور يعني. Stop, please. أول شيء كل شيء له ثمن. لما بتحب شيء بتدفع، ما بتدفع حقه غالي. فلما بكون شيء ثمين فبدك تدفع حقه. فنحن ما معقول بدنا شيء إلا هذا الشيء لازم نحن ندفع سعره.
فأبدا ما في مشكلة إنه تغيرت حياتنا، بس المهم النتيجة بعدين، إنه تتغير حياتنا بعدين عم نستنى بقى ترجع لحياة أفضل. ما هي الحياة إنه تكون عندك بيت وسيارة ولا وضع كويس، حياة تعيش بكرامة، تعيش عندك هيك تحس إنه أنت إنسان ولك كرامتك وقيمتك. هذا اللي بدنا إياه نحن. فكل شيء أمور تانية هي أمور قشور بتنكب بتروح، مو شغلة بالداخل. فنحن بنصبر وصبرنا، وكتير ناس أغنياء جدا خسرت كتير كتير خسرت، لكن ما في مشكلة عندها إنه هي عم تنتظر تحصد ولو ما إلا لأولاد على الأقل. فهي نقطة كتير مهمة نحن بالنسبة لنا، أنت إذا كان اللي بدك إياه شيء كتير غالي فبالتالي أنت بتدفع ثمن كتير غالي. أنا بشوف حالي امرأة قوية جدا، ومو بس أنا، بشوف حوالي كمان سيدات رائعات جدا، نستمد القوة من بعضنا. الحياة تستاهل إنه تناضل من أجلها، والحياة حلوة برغم كل الألم اللي فيها، ومطلوب منك تناضل لآخر لحظة لحتى تحقق اللي بدك إياه. وهذا أمر كتير يعني، لا تكون إنسان عادي ولا تكون إنسان مميز، ولك الخيار بهذا الموضوع. صار موضوع عالمي.